نفذ الموظفون والعاملون على نظام المشاريع في دائرة الإحصاءات العامة اعتصاما أمام مجلس النواب للمطالبة بتطبيق قرارات لجنة العمل النيابية والمتعلقة بتثبيت موظفي المشاريع وإرجاع الموظفين المفصولين وإنهاء كافة العقوبات المترتبة على قيام الموظفين بالاعتصام سابقا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة. المعتصمون طالبوا من الحكومة ومن مجلس النواب أن ينظروا بقضيتهم لاستخفاف الإدارة بمطالبهم لتحسين ظروفهم المعيشية وقمعها وتهديد القائمين على الاعتصام في إنهاء خدمة موظفي المشاريع واتخاذ العقوبات التأديبية بحقهم. للمطالبة بتنفيذ قرارات لجنة العمل النيابية المختصة بموضوع موظفي دائرة الإحصاءات العامة ولتتناول أربع مطالب رئيسية: عودة الزميلات المفصولات 25، تثبيت موظفي العاملين على حساب المشاريع وفق قرار مجلس الوزراء لمن أمضى 3 سنوات في الخدمة، إزالة كافة وإلغاء كافة العقوبات المفروضة بحق موظفي دائرة الإحصاءات العامة جراء اعتصامهم السابق واعتصاماتهم الحالية. الموضوع الرابع موضوع مكافأة العمل الإضافي، هاي تمس كل الموظفين بكافة شرائحهم بكافة مسمياتهم الوظيفية. الإدارة قامت بالتحايل على قرار لمجلس الوزراء وأوقفت مكافأة موظفي الإحصاءات العامة خارج عن أي قانون أو عرف. قرار مجلس الوزراء واضح يحدد علاوة العمل الإضافي الصادرة بموجب المادة 29 من نظام الخدمة المدنية. نحن موظفي المشاريع في إدارة الإحصاءات العامة العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية وغير الرأسمالية في دائرتنا الموقرة منذ عام 2006 حتى تاريخ اليوم. أصدر مجلس الوزراء قرار بتثبيت العاملين على المشاريع في شهر 5 من عام 2013، وجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات بعثت أسماء وكشوفات موظفيها بشكل مناسب 100%، إلا دائرتنا التي استثنت من انقطع يوم عن العمل يوم واحد طوال 8 سنوات استثنته من هذا الكشف وأخرجته خارج جدول التشكيلات. وبهذا الوضع يا سيدي نحن اضطررنا اضطرارا ننزل الشارع، إذا لم تكن إلا السيوف مطية فما على المضطر إلا الركوب يا سيدي. تم لجأنا لمجلس النواب لوزير التخطيط وتم الاتفاق على عدة قرارات من ضمنها أنه إرجاع إحنا البنات وعددنا 25 بنت لدائرة الإحصاءات وتم اتخاذ كافة القرارات، لكن رفض المدير العام اللي هو فتحي نسور رفض القرارات وما وقع عليها وما زلنا معتصمين. مجموعة من البنات المفصولين اللي تم فصلنا من دائرة الإحصاءات العامة قبل شهرين تقريبا ونطالب حقنا انه نرجع. صار المدير حجته انه تخصصاتكم، مع انه في بالدائرة من ضمن تخصصاتنا، بس المدير العام فتح نسور طلع قرار من اللجنة الإدارية ومن وزير التخطيط انه نرجع وضرب كل هذا الاشي بعرض الحيط ورافض ارجاعنا نهائيا. وفي دراسة حاليا تنفذ وجاب ناس جداد لأول مرة مستخدمين في الدائرة، مع انه احنا عندنا خبرة وعندنا كفاءة، فجاب ناس جداد يدربهم هسه من جديد واحنا ما رجعنا. احنا نزلنا لساحة مجلس النواب وبنطالب، يعني خلينا نقول في عندنا كمان مطلب اللي هي تثبيت عمال ميومة ووفق الأسس اللي نص عليها قرار مجلس الوزراء وإعادة المكافأة، لأنه يعني خلينا نقول الدائرة يعني هيك طبيعتها بتمشي على أساس تأخير الدوام اليومي، وخلينا نقول الغاء القرارات التعسفيه اللي ما يعني اللي هي بتكون اصلا عاريه عن الصحه. وتتمثل مطالب المعتصمين باعاده مكافاه العمل الاضافي كما كان معمول بها سابقا، لانها كانت وما زالت تشكل دخلا ثابتا ولسنوات طويله للموظفين، بالاضافه الى تثبيتها باسس واضحه حتى لا تكون عرضه لمزاجيه الادارات المتعاقبه. بالإضافة إلى تطبيق قرارات لجنة العمل النيابية والمتعلقة بتثبيت موظفي المشاريع وإعادة الموظفين المفصولين وإنهاء كافة العقوبات المترتبة على قيام الموظفين بالاعتصام سابقا للمطالبة بحقوقهم. حازم السردي، الحقيقة الدولية.